أهلا بيكم يا برج السرطان، هنعمل مع بعض دلوقتي إن شاء الله توقعات الأسبوع الثالث من شهر مارس. طبعا أنا بشكركم لأنكم من أكثر الأبراج مشاهدة على القناة. أتمنى كمان إن أنتوا تشتركوا معانا في اللايف اللي بنعمله مساء كل يوم جمعة للإجابة على الأسئلة. أنا بنزل بوست أوريدي على القناة، تكتبوا أسئلتكم فيه، بختار مجموعة من الأسئلة اجاوب عليها في البث، وباخد اسئله برضو من البث المباشر، فاتمنى ان انتوا تحضروه. الكروت دي برضو جايه لي جديد، اول قراءه اعملها بيها قراءه برج السرطان، فاتمنى يكون وشها حلو عليكم يعني، وان التوقعات تطلع ايجابيه ان شاء الله. فخلينا نبدا مع بعض ونشوف. بسم الله. اوكي، بسم الله. عندي إحساس إن القراءة دي هتطلع عكسية لمجموعة كبيرة منكم، مش عارف ليه. أوكي، الطاقة بتاعتك زمون، يعني هو ده كارت برج الحوت، بس انا بحسه كارت برج السرطان برضو. بشوف انه انت اولا روحانياتك عالية، يعني عندك الحس الروحاني عالي، في افكار روحانية كتير بتجيلك، ممكن تكون انت بتعمل مديتيشن كتير او بتحلم بحاجات كتير، حاجة زي كده، في رسائل بتجيلك، ممكن تكون بتعمل مديتيشن كتير، بتتأمل. مش بالظبط ان انت حزين، هو اكيد في اشياء كتير مزعلاك ومضايقاك، بس ما بشوفكش واخد الموضوع ده على اعصابك. ممكن تكون انت واخد جنب وقاعد مع نفسك كده بتفكر في الموقف، ممكن تكون مش قادر توصل لحل، بس انت يعني بتفكر في امور حياتك كلها مش بس في الناحية العاطفية. يعني ممكن يكون عندك مشاكل في العمل، مشاكل في الأسرة، مشاكل متعددة وانت اصلا مش عارف تلاقي لها حل يعني. فشايفك ان انت واخد جنب كده وبتفكر، بتشوف هتحل المشاكل دي ازاي. عندك مسؤوليات كتيرة وانت مش عارف ان انت ازاي تحلها انت لوحدك ومفيش حد بيساعدك يعني، والحمل تقيل عليك جدا يعني. الشخص اللي انت معاه سابك ومشي، رفضك او اداك ظهره وساب العلاقة ومشي يعني، خصوصا كمان لو كان في ما بينكم اطفال، فانت المسؤولية كبيرة عليك، الشخص ده سابك ومشي. سابك ومشي وحدث خلاف كبير ما بينكم. طيب خلينا نشوف بقى القراءة هتقول لنا ايه. بسم الله. انا بشوفك يعني انت بتحاول انك برضو تعيش حياتك وتقضي وقت، وان انت يعني ما تظهرش قد ايه انت تعبان، بتحاول انك تضحك على نفسك وتضحك على الناس اللي حواليك وتتظاهر بالقوة، وبتحاول انك تتوازن، دي حقيقة، بتحاول انك تتخطى الموقف وانك تعيش حياتك وانك تتوازن. بشوفك بتعتمد على نفسك، بتشتغل باجتهاد جدا، بتحاول انك تجمع اموال علشان تكون قد المسؤولية اللي انت فيها، بتحاول كمان ان انت تتوازن طاقيا وتعمل شفاء وتظهر للي حواليك ولنفسك ان انت مش حزين وان انت مش بتتألم يعني، وبتحاول انك تتجاوز وتتخطى هذه المرحلة. الشريك بشوفه يعني في رفض من قبله، يعني مش واضح لي بالظبط ممكن يكون ايه سبب الرفض ده. هو شخص غامض يعني، هو شخص غامض و شخص غامض فعلا وما بيعبرش عن المشاعر، شخص غامض جدا، وممكن يكون شوية بيبقى كويس شوية مش كويس وانت مش قادر تفهمه يعني. وعلى الأغلب انتوا في ما بينكم زواج، بس الشخص ده على الأغلب ممكن يكون كان في علاقة قبل ما يكون معاك، و يعني علاقته دي ما كانتش ناجحة قوي أو اتخان، فهو غالبا ممكن يكون ما عندوش ثقة في حد
مش بالظبط ما عندوش ثقة، هو عنده تروما فخايف انه يتجرح تاني. فاهم الفكرة؟ بالظبط، هو الشخص ده بيفكر في حاجة من الماضي، بيفكر في حاجة من الماضي وبيبص على الكاس الفاضي ومش واخد باله من الكؤوس المليانة اللي حواليه، عايش على الماضي وعلى الذكريات يعني، وقلبه مش مفتوح للحب دلوقتي. ممكن يكون مش مصارحك بحاجة زي دي. طيب خلينا نشوف هو ناوي على ايه في الفترة اللي جاية. ده انت طالع لك ذا سترينث مرتين، يعني هو مش ناوي يعمل حاجة. الشخص ده حيران وعنده صعوبة في اخذ القرار، هو نفسه انه يكون في فرصة ما بينكم ويكون في على الاقل مصالحة، مش بالظبط رجوع، بس هو متلخبط وشايفك انت كمان متلخبط وان الطاقة ما بينكم مش متوازنة، بيفكر في الرجوع وكل حاجة لكنه مش ناوي على اخذ خطوة، يعني مش ناوي انه ياخد خطوة لانه شايف ان هو مش مستعد وشايفك ان انت كمان مش مستعد، يعني هو كمان مش مستعد اكتر منك على فكرة. طب خلينا نشوف الخطوة القادمة. على فكرة بشوف انه ممكن يكون في عودة فقط للمتزوجين، يعني لو انتوا كنتم متزوجين وحدث ما بينكم انفصال بدون طلاق او حدث ما بينكم طلاق ممكن يكون في عودة، اما لو كانت دي مجرد علاقة فما بشوفش انه هيكون في عودة يعني. وكمان بشوف انه انت مركز على عملك اكتر، مش مهتم جدا بالعلاقات العاطفية دلوقتي. طيب خليني اشوف هل هيكون في عودة للمنفصلين. زي ما قلت لك العودة هتبقى للمتزوجين فقط، اللي في علاقة هو مش هيبادر وما عندوش النية انه يبادر. لو انت حابب تبادر مفيش مشكلة، ممكن تاخد انت المبادرة، لكن لو انت مش عاوز تبادر فهو مش هيبادر الاسبوع ده. فاهم الفكرة؟ فممكن تكون العودة فقط للمتزوجين يعني. طيب لو انت عاوز حد جديد يدخل على حياتك، من القادم في الطريق؟ خلينا نشوف. القادم في الطريق برضه هو حد من الماضي، احتمال ضعيف انه يكون حد جديد، على الاغلب حد من الماضي يعني، ممكن يكون من برج عقرب او قوس، ممكن يكون من اي طاقة مائية هوائية. بس طيب احوال العمل، انا بشوف ان امورك علقة بقالها فترة، ممكن يكون برضو في مبالغ مالية علقة مش واصلة لك، او انت منتظر فلوس، ممكن تكون الفلوس اللي معاك قليلة وانت بتمشي نفسك بيها بالعافية، فبشوف ان امورك المالية مش افضل شيء. للبعض منكم ممكن تكون انت منتظر عمل او عندك انتقال من عمل لعمل اخر. امورك المادية ما كانتش افضل شيء في الفترة اللي فاتت، لكن في الاسبوع ده هيدخل لك مبلغ مالي، قد تكون مكافأة نهاية خدمة او مساعدة من احد من الاهل، المهم ان انت هيدخل لك مبلغ كبير، بس احرص ان هو برضو ما يتصرفش على فجأة، يعني حاول انك تدبر امورك بيه زي ما انت بتعمل دلوقتي بالفلوس القليلة اللي معاك يعني. كمان بالنسبة للأمور الأسرية فأنا بشوفك وحيد، ممكن تكون عايش لوحدك أو مفيش حد من الأسرة معاك، ممكن يكونوا بيدعموك ماديا مثلا لكن أنت لوحدك فعلا، وممكن تكون عايش لوحدك، أو حتى لو هو معاك، لو هما معاك أنت حاسس أن أنت لوحدك وأن أنت وحيد يعني. خصوصا كمان للمتزوجين منكم بشوف ان في تفكك اسري، ممكن يكون في قضايا ومحاكم وطلاق وحاجات من دي، وفي عنده كلام من ده، فانا بشوفك وحيد اسريا يعني. نصيحتك يا برج السرطان ان انت تفتح قلبك للحب، ان انت تدي حب للجميع بغض النظر انتوا كنتوا بتتكلموا ما بتتكلموش، يعني خلي قلبك ما يعرفش الكره، لازم يكون في عندك تسامح وما تعرفش غير الحب وبس يعني، فحاول انك تفتح قلبك للحب، تدي حب للجميع بغض النظر يعني
علاقتكم عاملة ازاي، بتتكلموا ما بتتكلموش، لان دي طاقة هتقدر ان انت تجذبها لنفسك، سواء هترجع لنفسك شخص من الماضي او تجذب لنفسك شخص جديد. خليني طيب اخد لك نصايح من الملائكة اشوف هينصحوك بايه. احنا معانا هنا ابراج برج الحوت، برج القوس كتير، برج الاسد طبعا، والحمل الثور، برج الحوت تاني، العقرب، الميزان، السرطان زيك، الثور كمان مرة، العذراء تاني، القوس تاني، وطبعا كل الطاقات موجودة. هنا بيقول لك في تغيرات سعيدة هتحصل، وعلى الأغلب على صعيد العمل يعني. اوكي بيقول لك ان الهجوم والالم والخوف والمحاكمه وشعورك بالانفصال، كل دي مشاعر بتقول لك اطلب المساعده من الاخرين، فصلي كتير، اطلب من الله ومن الملائكه ومن الناس اللي حواليك. على الاغلب ممكن تكون انت محتاج حد اخصائي ارشاد نفسي، معالج روحاني، اطلب المساعده ما تخجلش، لان من الواضح ان الموضوع كبير ووصل للقضاء لكتير منكم، حتى اللي في علاقة العلاقة دي متأزمة وانت مش عارف مصيرها ايه، فاطلب المساعدة من الآخرين، اطلب منهم النصيحة ان هم يساعدوك في اخذ القرار. اوكي بيرثداي، في حاجة في حياتكم هتتولد من أول وجديد، في سؤال معين أنت بتدور عليه، حاول إن أنت تعمل مديتيشن علشان تلاقي إجابة للسؤال اللي بيدور في دماغك ده، في علامة هتجيلك يعني. بيقولك حاول إن أنت تتحكم في كل حاجة حواليك، ودايما سيب الباب موارب وسيب قلبك مفتوح للحب، ما تحاولش ان انت تقفل الامور او تعقدها يعني، حاول انك كمان تفتح الطاقة يعني، ما تبقاش في طاقة الحزن والاكتئاب دي، حاول انك تخلي قلبك دايما مفتوح للحب. فدي كانت قراءتكم يا برج السرطان، اتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.